سؤاله الثاني يقول: هل هناك سن محددة للزواج للشاب أو الفتاة؟ وهل هناك اختلاف بين العلماء في تعدد الزوجات وما هو؟ ليس للزواج سن معينة، نعم، بل هذا راجع إلى الحاجة في الزواج. فإذا احتاج الشاب أو الشابة إلى الزواج في أي وقت فإنه يشرع لهما الزواج بدون تحديد بسن. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج. لكنه في الغالب بعد البلوغ. نعم، في الغالب بعد البلوغ، ولكن لو تزوج قبل البلوغ، لو تزوج الشاب قبل البلوغ أو الشابة زوجت قبل البلوغ، ما في مانع. صحيح، نعم. أي نعم، فليس للزواج سن معينة لا يجوز قبلها، ولكنه عند البلوغ تشتد الحاجة إليه. نعم، فالزواج يشرع عند الحاجة إليه. وأما تعدد الزوجات فهذا مجمع عليه على جوازه بين المسلمين، ليس فيه خلاف. قوله تعالى: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع. نعم، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. فتعدد الزوجات مجمع على جوازه بين أهل العلم، لكن بشرط أن يعرف من نفسه القيام بمتطلبات الزوجات من الإنفاق والكسوة والسكن. فإذا كان يستطيع مؤونة الزوجات فإنه يعدد إلى 4 نسوة، وإذا كان لا يستطيع ذلك ويخشى على نفسه أن يحيف في القسمة ويحيف في الإنفاق والتعامل مع الزوجات فإنه يقتصر على واحدة. إن خفتم ألا تعدلوا واحدة. لا، واحدة. والعدل هنا المراد به العدل في التعامل، بالعشرة، بالإنفاق، بالسكن، بالكسوة، بغير ذلك من الأمور التي يستطيع العدل فيها. أما ميل القلب ومحبة القلب هذه لا يستطيع التصرف فيها. نعم، ولهذا قال سبحانه وتعالى في الآية الأخرى: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، ولو حرصت. فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة. هذا المقصود في الآية هنا هو ميل القلب. نعم، أي نعم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم بين نسائه ويعدل ويقول: اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك، يعني ميل القلب. نعم، ومحبة القلب. الإنسان لا يؤاخذ إذا أحب بعض نسائه أكثر من الأخرى، لأن هذا شيء ليس باستطاعته، وإنما يؤاخذ إذا حاف في القسمة. نعم، ولم يعدل فيها، فهذا الذي يؤاخذ، وهذا الذي لا يجوز له التعدد في هذه الحالة. نعم، إنما العدد 4 هذا ليس فيه خلاف بين العلماء. العدد 4 ليس فيه خلاف بين أهل العلم، يعني ليس هناك من يقول بأقل أو أقل، ما فيه من يقول بأقل، لكن فيه رأي شاذ يرى أنه يجوز إلى أكثر من هذا العدد، لكن هذا رأي شاذ، الإجماع على خلافه. نعم، نعم.